ليس هناك من مهنة حقيرة، بل هناك أناس حقيرون. عبارة بيعتمدها إنسان كرس كل وقته بمهنته، ما بيخجل منها وهي مصدر عيشه، وبيعتبرها مهنة أساسية وبيدعي كل واحد يتعلمه. هي مصلحة قليلة كتير، عمرها من عمر الإنسان بلش يشتغل، بلش يمشي على الأرض ويشتغل فيها. دخلت لبنان أو جنوب لبنان بالذات من حوالي أوائل القرن ال19، وهون بمدينة الإماراتية كان في سوق خاص للإسكافيين أو بيصرفوا الأحرار بمدخل حي السرايا. كان في سوق كانوا يصنعوا ويصلحوا ويوردوا على فلسطين وعلى سوريا وعلى المناطق المجاورة. بعدين هالمصلحة مع التطور اندثرت انتهت خلصت، ما عادش حدا يشتغل فيها إلا نسبة ضئيلة جدا من الناس، وانحصرت بثلاثة أو أربعة بمحافظة مثل النبطية كلها سوا. الشغل عادي فيها، هاي المصلحة ما بتغني الإنسان بس بتعيشه بكرامة. الطبيعي إنه ما فيها أي حظوظ أخرى أو أي مميزات أخرى، لا فيها لا ضمان صحي ولا اجتماعي ولا فيها شيء. في البلد يعني بيطلع وبينزل بشكل عادي. مصلحة حلوة بدها صبر، بدها صبر وطولة بال تنجح. إذا ما فيها صبر وطولة بال ما بتنجح للأسف، بيعتبروها نوع من المهنة وضيعة، بس بالعكس هي مهنة مش وضيعة، مهنة كتير حلوة، بتعرفك على طبقات كتير من الناس، على كل الأجواء، كل الناس تتعرف عليها فيها، تتعرف فيها على المثقف والعامل والفلاح. وسميتها مستشفى الأحذية لأنه حاولت ميز عن غيري، لأنه الناس كلها بتسمي هون تصليح أحذية. ولكن تعلم شغلة بالمجتمع انه في فرق بين التقليد والابتكار. التقليد انك تقلد غيرك، اما الابتكار انك تبتدع اشياء بتجذب الناس لإلك. مستشفى الاحذية سماها، تميز عن غيره بمهنته اللي بيعتبرها كتير من الناس مهنة وضيعة، وبين للكل مدى اهميتها لكل طبقات المجتمع.